هل هذا هو حقاً اللوح النحاسي الذي تركه المستكشف فرانسيس دريك في القرن السادس عشر على الساحل الأمريكي؟ غيرت هذه المستحاثة فكرة العلم عن التطور، لكن هل زورت لتبدو هكذا؟ هل خدع اثنان من الطلاب العالم بهذه العظمة، أم هي إحدى روائع فن العصر الحجري؟ هذا لغز من ملفات آرثر سي كلارك، مؤلف رواية 2001 ومخترع قمر الاتصالات، وهو يعيش حالياً في سريلانكا متأملاً ألغاز هذا العالم. أزور مقاطعة إنجليزية فيها كل المكونات التقليدية، ملعب الجولف ذو الساحة الخضراء وناد ريفي مع كل زخارفه ومكتب بريد بالأجر الأحمر ودار عبادة. وكما في كل ضاحية إنجليزية تبنى المنازل على أنماط أبنية مختلفة، القوطي والفيكتوري المتأخر وحتى نمط تيودور، لكن هذه ليست إنجلترا، إنما سريلانكا، بالتحديد نوارليا. بنى هذه البلدة المستكشف البريطاني سامويل بيكر في القرن التاسع عشر لتكون منتجعاً صحياً. استورد بيكر كل شيء عدا المناخ، الخضار، الشجيرات، الخراف، الأبقار، وقطيعاً من الكلاب، وحداداً أيضاً. بلدة مزيفة، لكن لم يكن هدف بيكر الخداع. ليس من السهل التمييز بين الشيء الحقيقي والشيء المزيف، كما تكتشف المتاحف في العالم وتكون الخسارة كبيرة. في عام 1579 كان سير فرانسيس دريك يجوب العالم، فتوقف لإصلاح سفينته. تذكر سجلات رجل كان معه أنه توقف في مكان على الشاطئ الغربي لأمريكا، وضع لوحا نحاسيا مدعيا بذلك حق الملكة إليزابيث بالأرض. أطلق على المكان اسم نوفا ألبيون، أي بريطانيا الجديدة. يعتقد الرجلان أنهما يقفان على البقعة التي ادعى فيها دريك حقه بالأرض. أحدهما جورج إيفرسون مقتنع بأن هذا هو المكان، وأمضى سنوات يحاول إثبات هذا. أما الآخر جيفرسون غريفز فربما وجد الدليل عن غير قصد. أتى في الثلاثينيات إلى هذه البقعة مع والديه وصديق له. يوم ذاك حفر في التراب إلى أن لفت نظره شيء ما. رأيت شيئا براقا، فأسرعت في الحفر في ذاك المكان، وبدأ يظهر من ذاك شيء جزء أكبر، وبدأت أسحبه محاولا إخراجه ولم أعرف ما يكون. قال إنه أخرج لوحا نحاسيا مستطيلا، وفي طريقه إلى البيت أخذ يتفحص الرموز الغريبة عليه. فجأة اختطف صديقه اللوح ورماه من السيارة، أما والده فاستمر بقيادة السيارة وانتهت القصة. لكن اللوح ظهر ثانية عام 36، عثر عليه في مارين كاونتي، وانتقل من يد إلى أخرى حتى وصل إلى مكتبة باند كروفت في بروكلي. أسعد هذا الحدث مدير المكتبة المؤرخ هيربرت بولتن، الذي أكد أنه أصلي وعرضه في المكتبة ودفع مكافأة لمن عثر عليه. كانت سمعة بولتن العلمية ممتازة، فلم يشك أحد في كلامه، لكن بعد موته بدأت الشكوك تتسرب، فقد شك الدارسون للفترة الإليزابيثية في صياغة الجمل، فأعيد فحص اللوح النحاسي. للأسف الشديد لا نجد هذه اللوحة الفنية مقنعة، ولأسباب كثيرة. السبب الأول، صياغة الجمل غريبة عن زمانها. مثلا أسلوب مخاطبة الملكة، مكتوب هنا سيادة الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا. لا يخاطب الملوك في القرن السادس عشر بهذا الأسلوب، كان يقال ملكتنا التي أنعمنا بوجودها أو ما شابه ذلك، وليس ما كتب هنا. كما أن أشكال الحروف مثيرة للريبة، بحيث لا تترك مجالا للشك في عدم أصالة هذا اللوح. مثلا حرف N
يختلف رسمه في الماضي عما نرسمه في أيامنا هذه. هنا تستطيع قراءته، لكنه قريب من الحرف اليوناني. عندما عبر الخبراء عن شكوكهم، تم استدعاء العلماء. الدكتور فرانك آسارو حاصل على جائزة نوبل للكيمياء. طلب منه عام 77 فحص المعدن الذي صنع منه اللوح. قام وفريق عمله بكشط النحاس جانبياً ثم حللوه. لا تعلمنا نتائج التحليل الذي قمنا به بعمر اللوح، لكن ما تمكننا من معرفته أنه شديد النقاء، أي أنه خال من الشوائب، وهذا أكيد. لذا لا يمكن أن يكون مصنوعاً زمن دريك. إن لوح النحاس الأحمر يصنع من النحاس الأصفر والتوتياء. لم يتوافر لديهم نحاس بهذا النقاء في ذاك الزمن، والتوتياء لم تكن نقية إلى هذا الحد أيضاً، ولم تكن متوافرة لديهم الآلية لتركيب النحاس الأحمر في ذاك الزمن. لم يكن النحاس نقياً فحسب، بل إن اللوح مصنوع بتقنية عصرية. كانوا في القرن 16 يشكلون النحاس بالطرق، لكن هذا اللوح حمل آثار طاحونة اللف الحديثة التي تعطي سمكاً قياسياً في كل مكان. سمك لوح النحاس بضعة مليمترات، وهو متجانس إلى درجة 1/1000 من السنتيمتر. ضمن حدود قدرتنا على قياسه، فهو ينطبق تماماً على معايير سمك اللوح رقم 8 للمقياس الأمريكي المتداول في الثلاثينيات. American wire gauge standard used in the 1930s. أما في ساحل أجيت، فإن جورج إيفرسون لا يثق بآراء العلماء، فهو يؤكد أن ما جاء على لوح دريك من وصف للخليج الذي رسى فيه يشير إلى هذا المكان. لقد نشط الشاطئ بمكشاف المعادن بحثاً عن أشياء أخرى يكون دريك قد تركها. أحب البحث عن المعادن هنا. أشعر كأنني أسمع أصواتاً غريبة قادمة من المحيط. ربما تطلب كلاب البحر أن تصير صديقة لي. أحياناً أشعر بالخوف، لكن هذا البحث مثير. إن كان الأمر كما يعتقد وكان اللوح النحاسي حقيقة، فسيكون هذا المكان تاريخياً. لقد أقسم على متابعة البحث. هذه هي الوثيقة الأكثر قدماً وندرة في بلدنا، وهي تاريخية ويجب الاعتراف بها. لكن إن كان مخطئاً وأثبت العلماء أن اللوح مزيف، فكيف يمكن تفسير هذا؟ في بيركلي لديهم التفسير. إن السبب هو أستاذ تاريخ يبالغ في حماسته دائماً. كان يقول في الصف إن لوح دريك موجود وسيكتشف يوماً. من الممكن أن نفترض أن هذا كان كافياً ليجتمع الطلاب ويصنعوا لوح دريك. أظن حسب رأيي أنه التفسير الأرجح لصنع هذا اللوح. الدكتور بولتون تمتع بشخصية جذابة. كنت أشعر بعد قراءة محاضرته برغبة في العثور على اللوح. لا أتذكر كلماته بدقة، لكن سأحاول إعطائكم معنى ما كان يقوله. اللوح موجود، أعثر عليه. يحتوي متحف التاريخ الطبيعي في لندن أشهر مجموعة من العينات العلمية في العالم. قدمت المواد المحفوظة هنا للعلم كل المعلومات الضرورية لكتابة التاريخ الطبيعي للأرض. يرسلون عينات محاطة بالراتنج الكهرماني الذي تحول إلى مادة صلبة قبل 40 مليون سنة. هذه العينة من مجموعات عالم الحشرات الألماني هيرمان لوي عام 1850. إن الحشرة العينة هي من عائلة الذبابة المنزلية التي ما تزال موجودة. ذهل العلماء لوجودها منذ ملايين السنين، فعدل التاريخ الطبيعي للذباب نتيجة هذا الاكتشاف النادر. حدثت مفاجأة عندما عينوا الطالب أندرو روس لتصنيف العينات، وكان يستخدم مصباحاً ليضيء العينات.
كنت أعرف أنها نادرة، ولكن فجأة ظهر وبر للذبابة على الظهر، وظننت أن السبب هي الحرارة التي ينشرها المصباح الذي أستخدمه. قلقت كثيرا بسبب أهمية العينة، وتساءلت ماذا سأفعل الآن، وتمنيت ألا يلحظ هذا أحد، لكن فكرت بأن هذا غريب ويجب ألا يحدث. نظرت إلى الشريحة جانبيا فتوضح الأمر، فقد أخذ أحدهم قطعة رتنج وقطعها وأفرغ قسما منها ووضع الذبابة في الفراغ ولصق القطعتين. إن رتنج هو من زماننا المعاصر. حقيقة كونها ذبابة معاصرة سيثير عاصفة علمية. إن ذبابة العينة هي من صنف فاينس جالاريس المعروفة بذبابة المرحاض، وهي ذبابة متطورة جدا، ويوجد منها الكثير قبل 150 سنة، وربما وضعوا هنا أقرب ذبابة إلى أيديهم. حل اكتشافه مشكلتين أقلقتا علماء الحشرات. لما عثر على هذا الصنف وحده في مستحاثة، ولما لم يعثر على مستحاثات أخرى منها؟ اكتشاف عينة مزيفة يدعو إلى الرضا والاعتزاز بالنفس. حل هذا الكثير من المشكلات، منها أن علماء الحشرات استخدموا هذا الصنف كمثال على قدم الزمن الذي وجد فيه نوع الذباب. والمشكلة الثانية أن العلماء كانوا مستغربين من عدم وجود إلا هذه العينة، حيث يفترض وجود الملايين من العينات لحشرات ما تزال مستمرة في الوجود حتى يومنا هذا، لكن المعروف أن المستحثات تكون لكائنات قد انقرضت. يؤدي اكتشاف التزييف في معلومة علمية إلى أمرين: الأول الجدال، والثاني إعادة تقييم شامل ومقرب لما ظنه العلماء حقائق راسخة. هذا ما حدث عام 85 عندما أعلن فريد هويل وبعض العلماء أن واحدة من أهم المستحاثات مزيفة. إنها مستحاثة الطائر الأول، الطائر الذي اعتبر صلة الوصل بين الديناصور والطيور. وفجأة بدأ أن كل ما كتب عن التطور سيعاد النظر فيه. الغريب أن كل مستحاثات الطائر الأول عثر عليها في مقلع الحجارة هذا في جنوب ألمانيا في عام 1861. ظهرت العينة الأولى عندما فصل أحد عمال المقلع قطعة من حجر كلسي، ومع مرور السنين ظهر عدد آخر من مستحاثات الطائر الأول. أعاد الخبراء تركيبه اعتماداً على تلك المستحاثات، اعتبروه صلة الوصل بين الديناصور والطيور المعاصرة، وقد عاش قبل 150 مليون سنة. يعتقد الباحثون أن العظام لم تفنى لسببين، أحدهما أن الطيور الميتة بقيت في الأطيان. قبل 150 مليون سنة كانت هذه المنطقة بحراً قليل العمق وتحيط به البحيرات. يفترض العلماء أن الطائر الأول كان يعيش قريباً من هذه المنطقة فوق الأشجار والأغصان والأرض، لكن قد تكون العواصف الرعدية قادته إلى البحر فغرق. But perhaps by thunderstorms had been driven into the sea and was drowned. وساعد على حفظ المستحاثات تصلب الأطيان التي صارت من أقصى الصخور. حفظ الطائر الأول جيدا هنا وكل هذه المدة لأن هذا الصخر قاس ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية. يلفت المشككون في صحة المستحاثة النظر إلى صفة أخرى في الصخر، فهو مكون من حبيبات دقيقة، لذلك ينتج الصخر أفضل المطبوعات الحجرية كالتي يصنعها الفنانون. يقال إن باحثاً عن المستحاثات في القرن 19 هو الذي حفر الطائر. يعتقد أحد الخبراء في كندا أن المكونات الأساسية لهذه الخدعة توجد في أي حديقة منزلية. يظن غريغ ويليس أنه يعرف ما فعله مزور القرن 19. حدد ثلاثة أمور أثارت حفيظته. الأول يتعلق بالريش. يتبين من كل المستحاثات للطائر الأول صوراً مطبوعة للريش العادي للطيور العصرية القادرة على الطيران.
والمظهر الأكثر بروزاً هو وجود خط منحرف عن المركز، وهذا اللاتناسق يتسم به ريش الطيور العصرية القادرة على الطيران. الأمر الثاني أن بنية العظم للطائر الأول لا تظهر قدرته على الطيران. لم يظهر على أي منها عظم الصدر المميز الذي يصل بين عضلات الطيران التي لا غنى عنها لدى الطائر القادر على الطيران. أما الأمر الثالث فإن العظم مسطح، في حين يجب أن تكون المستحاثة ثلاثية الأبعاد لأن الكائن ثلاثي الأبعاد. لصنع مستحاثة مزيفة نحتاج إلى حجر كلسي ومواد كيميائية. كانت كل هذه المواد متوافرة في منتصف القرن التاسع عشر. يجب الحصول على مسحوق ناعم، ثم تضاف سيليكات الصوديوم، وهو المكون الأكثر أهمية، فهو الذي يجعل المسحوق يلتصق بالصخر مجدداً من دون تمييزه عن الصخر. سأشكل الآن مستحاثة مزيفة لهذه الريشة. لكي لا يكتشف التزييف، يمسح المزور الريشة بالزيت كي لا يبقى أي أثر للزغب. أضيف بضع قطرات من سيليكات الصوديوم إلى السطح، وأصنع مكاناً برأس إصبعي بحجم الريشة، وأضيف مسحوق الكلس الذي حضرته هكذا. ثم أخذ الريشة وأضعها على سطح المزيج الذي يشبه الإسمنت. بعد تثبيت الريشة ينتظر غريغ دقيقة واحدة حتى تجف، ثم يتفقد ما صنعه. الآن وبعد نزع الريشة عن السطح تبدو بعض المظاهر المذهلة لقوام مسحوق الحجر ولونه، حيث لا يمكن تمييزه عن الخلفية. وإذا اقتربت منه مستخدماً مكبرة جيدة النوع كعدسة بائع المجوهرات، فمن السهل جداً أن ترى كل التفاصيل الدقيقة لبنية الريش التي لاحظها الخبراء الذين قاموا بفحص مستحاثات الطائر الأول بأمانة دون أن يشكوا أن في الأمر تزييفاً، حتى إن المجهر الإلكتروني الماسح لا يظهر هذا التزييف. تؤكد المقارنة بمستحاثة للطائر الأول صدق نظريته. أنا واثق بأن كل مستحاثات الطائر الأول المزعومة هي نسخ مزيفة، وقد تم تنفيذها بذكاء شديد جدا باستخدام طريقة إن لم تكن مطابقة تماما لما وصفته منذ قليل فهي شبيهة جدا بها. لكن العمال في المقلع غير مقتنعين بنظرية غريغ ويلس حول المستحاثة. قبل سنتين اكتشف هذا العامل هذه المستحاثة. يقول إن المكان الذي وجدها فيه عميق ويصعب على أي مزور الوصول إلى هناك. كنت أعمل بمطرقة وإزميل وأرمي المواد التي لا نستطيع استخدامها، وأثناء ذلك وجدت المستحاثة في الصخر وعرفت أنها للطائر الأول تبعاً لعدد مخالبه، عددها ثلاثة، أما مخالب الديناصور فخمسة. عندما يريد علماء الآثار التحقق من أصالة لقية ما، يحاولون معرفة ظروف اكتشافها لإبعاد الشبهات عن تلك اللقية. لذلك عندما ادعى طالبان إنجليزيان عام 11 أنهما وجدا قطعة فنية تعود إلى ما قبل التاريخ، فليس مدهشا أن يظن الخبراء في بداية الأمر أنهما أعدا دعابة مبالغا فيها. ها هم ينقلون عظم شيربورن من لندن إلى معهد للآثار في كامبريدج، الذي أذهل العلماء أن إثبات الحقيقة تطلب 8 سنوات، وآخر من حقق في الأمر الدكتور فرانشيسكو داريكو. أحضرت عظم شيربورن من المتحف، وكما ترى عليه حفراً لصورة حصان، أرجو أن تفحصه. على العظم نقش لرأس حصان، يدعون أن عمر العظم والنقش الذي عليه 10,000 سنة. بدأت القصة في بداية القرن العشرين في مدرسة دورست. صارت المدرسة محط الأنظار نتيجة هذا اللغز الأثري،
ويبدو أن العظم قد اكتشف في مقلع الحجارة التابع للمدرسة. تتبع جيمس مدير المدرسة المتقاعد حالياً كل خطوات هذه القضية. عام 1911 ذهب طالبان في نزهة إلى المقلع وعثر على العظم، وكان محفوراً عليه رأس حصان. أخذاه إلى غرفتهما في البيت، لكن أحد الطالبين اللذين وجداه قرر رميه في النار، فمنعه أحد الصبية الكبار وقال: أعطه إلى أستاذ العلوم، قد يكون أثرياً. تساءل أستاذ العلوم إن كان عظماً أثرياً حقاً، أخذه إلى المتحف الوطني ليفحصه الخبراء، فأعلنوا أنه من عمل إنسان العصر الحجري، لكن الجميع لم يقتنعوا بهذا التفسير. وبعد 15 سنة من العثور عليه، ظهرت الشكوك الأولى عندما قال العالم سولوس: أظن أنها خدعة قام بها طلاب المدرسة. استمر الجدل عقوداً من الزمن، والآن يأمل الدكتور رولفسون العامل في المتحف الطبيعي في لندن أن يحصل على حكم من الدكتور داريكو. يجب أن نفحص عدة أشياء لنتحقق من أصالة الحفر. سنتحقق إن كانت هناك فروق في مستوى غشاء العتق. غشاء العتق يغطي سطح العظم، ويقول الدكتور داريكو: إن كان العظم والحفر من العصر نفسه فسيكون غشاء العتق متجانساً. إن كان الحفر حديثاً فستظهر فروق في الغشاء، ستكون الخطوط المحفورة مغطاة برسوبيات أقل من بقية العظم. لا تحتوي على أثار للرسوبيات، لا يوجد غشاء عتق في خطوط الحفر. إن خطوط الحفر تبدو واضحة جداً، إن لونها ناصع البياض بينما سطح العظم بني. إن الغشاء غير متجانس، وهو مؤشر على عدم أصالة الحفر، لكن علينا القيام باختبار مختلف للتحقق أكثر. إذن فالعظم والنقش من عصرين مختلفين. لجأ المتحف إلى جامعة أوكسفورد، حيث يوجد فيها أهم مخبر في العالم يستخدم الكربون المشع لتحديد العمر، وهي أدق الطرق المتوافرة حالياً. أرسل العظم إلى الدكتور روبرت هيجز. كان الهدف من جلب العظم إلينا هو تحديد العصر الذي كان يعيش فيه الحيوان صاحب العظم. هذا هو المسحوق الذي أخذناه في البداية من العظم. هذا المسحوق يحتوي على البروتينات. بإمكاننا أخذ كمية صغيرة من البروتين التي تحتوي على ذرات الكربون الأصلي التي كانت جزءاً من الحيوان عندما كان حياً، ونقيس مقدار الكربون المشع الذي ما زال موجوداً بين ذرات الكربون. يعلمنا هذا بعصر العظم وبالعمر الذي عاشه الحيوان. كلما ازدادت المدة يقل الكربون المشع. وجدنا أن عمر العظم يعود إلى 600 سنة، وهذا يعني أنه أصغر من أن ينقش عليه رسم، يعود إلى عصور ما قبل التاريخ الذي بدأ بالكتابة. إن الرسم نقش بعد زمن طويل من ذاك العصر. تقبل المدير جيمس جيبس ما قاله الخبراء، لكنه لا يزال واثقاً بأمانة الطالبين وصدقهما. أظن أن من قام بنقش الرسم هم طلاب أكبر سناً عرفوا القليل عن فن ما قبل التاريخ من دروس أستاذ العلوم، وأظن أن قدم القصة في زمن غير متطور علمياً جعلها مهمة، لكنني أخطأت التقييم. على الرغم من أن مدراء المتاحف الآن قد انتابهم شعور بالقلق، فإن بقية المشاهدين مستمتعون لأنهم اكتشفوا التزييف. لهذا السبب يصير بعض الفنانين المزورين مهمين عندما يفضحون، كالرسام البريطاني توم كيتينج الذي قدرت روائعه المزورة بنفس تقدير اللوحات الأصلية تقريباً. يظهر ذلك أن المتعة التي تسببها عملية التزييف هي متعة غير مزيفة.
الذي سيتغير في الكويت بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية؟ كيف سينعكس هذا التطور الكويتي على أوضاع المرأة في منطقة الخليج عموماً؟ وما هي تأثيراته على مجمل التطور الاجتماعي في الخليج؟ تحت الضوء مع مهند الخطيب، الليلة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة العربية.